هكذا التواصل مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، نتواصل وياكم مع انطلاقاتنا المتواصلة والمتميزة شوطا يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة، انطلاقة شوطنا السابع المخصص للقاية الإبكار ضمن فعاليات وانطلاقات هذا السباق المحلي الثاني. بالفعل المسافة هي 4 كيلومترات، نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط، نسير للصدارة للبداية لكي يتابع أمصيحة على المركز الأول، انطلاقة شعار راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي يقدم لنا أمصيحة، ولكن نتابع التسلل في هذه اللحظات من غيرت بدورها وانتقلت للبداية، وتابع براقة عبد العزيز بن حمد بن حسين بن علي بن جرحب المري يقدم لنا براقة مع انطلاقة البداية. انتقل للمركز الثالث، المركز الثالث وتابع في هذه اللحظات الأسماء والشعارات القادمة الباحثة عن الفوز وعن الانتصار وعن النقطة المهمة في هذا السباق. وتابع المركز الثالث، المركز الثالث حضور ناصر بن عبد الله بن عيسى آل سند المسيفري يقدم لنا انطلاقة حضور على المركز الثالث. المركز الرابع اعتزاز لصالح بن زويد بن برغش بن سالم الجحافي، ينتقل للمركز الخامس، المركز الخامس زاهية عبد الله بن جار الله بن علي بن نابت المري مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز المتقدمة، لكن العودة للصدارة للبداية لكي يتابع بن جرحب، بن جرحب على الصدارة على البداية في هذه اللحظات، يقدم لنا براقة على المركز الأول، عبد العزيز بن حمد بن حسين بن علي بن جرحب المري على الصدارة. ركز يا أبو حمد، التركيز مطلوب مع انطلاقة الصدارة وانطلاقة البداية. وتابع المركز الثاني، المركز الثاني في هذه اللحظات عبد الله بن جار الله بن علي بن نابت المري يقدم لنا زاهية مع المركز الثاني. ينتقل للمركز الثالث وتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات، شعار بن جبر مع المركز الثالث يقدم لنا مصيحة، راشد بن ناصر بن راشد آل جبر النعيمي على المركز الثالث. المركز الرابع أرى الشعارات القادمة في هذه اللحظات، الأسماء المتميزة الباحثة عن الفوز وعن الانتصار. أتابع حضور، حضر أبو عبد الله يقدم لنا حضور ناصر بن عبد الله بن عيسى آل سند المسيفري مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات أتابع شعار البريدي غادم مع المركز الخامس، غادم بن ذروي يقدم لنا سيرة في هذه اللحظات، جار الله بن عبد الله بن جار الله بن ذروي على المركز الخامس. وأتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات، 57 شعار مشارك في هذا الشوط، أعداد يا أخواني هائلة، لكن بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع، أتابع بن جرحب بو حمد مع انطلاقة 1200، ما تبقى على الفوز على الانتصار يا بن جرحب، من يقدم لنا براقة على الصدارة على المركز الأول في هذه اللحظات، عبد العزيز بن حمد بن حسين بن علي بن جرحب، ولكن أتابع النابت، أتابع زاهية على المركز الثاني، عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري مع المركز الثاني. المركز الثالث يصل بن مهيرة في هذه اللحظات، يقدم لنا بلبلة على المركز الثالث، حمد بن علي بن سعيد الجربوعي، والمركز الرابع أتابع من وع المركز الرابع محمد بن مبارك بن شاهين بن عبد الله المريخ
التاريخي، لكن بنعود يا ابو حمد لابو حمد على الصداره على البدايه، بنعود لبن جرحب من يقدم لنا براقه 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 براقه، والعصا كما قوس الربابه حتى هذه اللحظات ما قالها شيء، العصا راق دوامنا مع انطلاقه براقه على الصداره على المركز الاول، لكن وصلوا وصلوا اهل الطلايب وتابع بن مهيره بن مهيره، الله الله اللحظات الاخيره، بلبله 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 بل في هذه اللحظات بلبله بلبله غيرت الامور، بن مهيره بن مهيره بن مهيره مع السلام، بن مهيره مع ابناء السيح سلام تحيه واحترام يا الجربوعي على هذا الانتصار المتميز والاكثر من رايح تهانينا والناموس لمالك بلبله حمد بن علي بن سعيد الجربوعي المري، من قدم لنا بلبله في اللحظات الاخيره. المركز الثاني براقه قدمت اداء مميز للامانه بشعار عبد العزيز بن حمد بن حسين بن علي بن جرحب، تهانينا والناموس لابن مهيره من قدم لنا بلبله حمد بن علي بن سعيد الجربوعي المري بتوقيت زمني وغدره 6:12.20 جزء من الثانيه، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.